اهلا بيكم. الفيديو او المحاضرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في البروجكت لايف سايكل. بروجكت لايف سايكل كنا ذكرناها قبل كده وقلنا ان هي عبارة عن خمسة فيزز او خمس مراحل، وسميناهم initialization, planning, execution, monitoring and control وclosing. الخمسة دول مع بعض بيعملوا دورة حياة المشروع اللي احنا بنتكلم عليه. فاللي احنا قلناه دلوقتي عبارة عن ترتيب للخطوات اللي بتتعمل في المشروع. الترتيب ده بنسميه linear model. linear model ليه؟ لان في assumption، فان انا لما بقولك دايما initialization, planning, execution, monitoring, control, closing، ان في ترتيب. والفكرة ان احنا ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا بنحب اللينير مودلز، الحاجات ورا بعضها، الحاجات تيجي في خط مستقيم. حتى لما بنيجي نفكر دايما بنبتدي نفكر بشكل لينير، ولما اللينير ما ينفعش نبتدي نفكر بشكل نون لينير. المهم ان المودل ده مودل فيه يعني الاسامبشن اللي قلت عليه، لكن انت ممكن تتخيل بسهولة يا ترى واحنا بنستنى لما الاكسكيوشن كله يتم، لما التنفيذ المشروع كله يخلص وبعدين نروح نتشك ونعمل كواليتي كنترول مثلا ونتأكد ان الدنيا كويسة. يا ترى في بلان بعد ما بنبتدي ننفذها ما بنكتشفش ان هي فيها مشاكل ولازم تتعدل؟ فمن هنا لقينا ان لا، ما ينفعش والله، ده البلاننج والمونيتورنج والكنترول والاكسكيوشن بيسمعوا في بعض. فابتدت تظهر نون لينير مودلز. النون لينير مودلز دي يمكن ابسطها اللي قدامكم هنا، ده اللي هو عباره عن ايه، الانيشاليزيشن يسلم البلاننج، والبلاننج يسلم الاكسكيوشن، وبعدين الاكسكيوشن يسلم المونيتورنج والكنترول، ويقعدوا يسمعوا بعض شويه كده لغايه ما يخلصوا شغله وندخل على الكلوزنج. وده برضو ده يعتبر طبعا نون لينير مودل، لكنه برضو يعتبر تبسيط للحقيقة. هنا يمكن احب برضو ابص على الرسمة اللي على جنب دي. الرسمة دي ما يهمنيش تفاصيلها قوي، على قد ما يهمني قد ايه هي بتوريني ان الانيشيشن والاكسكيوشن والبلاننج والمونيتورنج كنترول والكلوزنج في بينهم وبين بعض تداخل مستمر على مدار حياة المشروع، مفيش واحدة منهم بتمشي لوحدها. ازاي الكلام ده؟ قال لك والله بص يا سيدي، الانيشاليزيشن ممكن يبتدي بقعدة كده سريعة بنتكلم ايه رأيك في المشروع، المشروع ممكن يتعمل ايه، تقوم ترد انت كبروجكت مانجر تقول والله ده هيكلف كذا وهياخد وقت كذا، ويعني هنحتاج موارد شكلها كذا وكذا وكذا. الردود بتاعتك دي على قد ما هي في مرحلة الانيشاليزيشن، على قد ما هي دي انيشال بلانينج، مش كده ليه؟ according لإيه؟ according للgivens أو السكوب اللي طلبوا منك الكاستمر في القعدة السريعة دي. لو حاب الكاستمر يطلب منك further details عن البلان ممكن تاخد وقت قد ايه، والبادجت ممكن سوري الاستيميتد كوست ممكن يبقى شكله ايه، والبادجت هتتوزع ازاي على مدار المشروع وكده، ممكن تروح وتعمل حسابات سريعة في يوم في يومين في ساعة وترجع له وترد عليه وتقول له. يبقى من هنا الانيشاليزيشن كل ده مرحلة انيشاليزيشن لكن مخلوطة بالبلانينج. لو احنا بنتكلم مثلا على مشروع من مشاريع الانشاء، لو انت هتبني عمارة، فعلشان تعرف تعمل بلانينج كويس للأساسات لازم بتعمل حاجة اسمها جسات في الأرض، بتاخد عينات من التربة علشان تقدر تصمم على أساسها الأساسات بتاعتك. عملية الجسات دي، الجسات اللي بتاخد من الارض دي من الاكسكيوشن، يبقى الاكسكيوشن دخل مع البلانينج، دخل مع الانشاليزيشن. ف
المهم ان انا عاوزك بس تتخيل ان احنا لما بنقول initiation, planning, execution, monitoring and control, closing, ما بنقصدش بيهم ان كل واحدة منهم جزيرة لوحدها تخلص دي وبعدين تروح للتانية وتخلص دي وتروح للتانية، وانما في بينهم تداخل وفي بينهم iterations مستمرة على مدار حياة المشروع. دي مقدمة سريعة للي هي البروجكت لايف سايكل. هنطلع منها بعد كده ونتكلم على كل واحدة من الخمسة، اللي هم مش كل واحدة لوحدها زي ما قلنا، وإنما هنتكلم على كل واحدة لوحدها وانت حاطط في اعتبارك ان هي ممكن تكون جزء من سايكل بتسلم الأجزاء التانية معاها. من هنا أرجو إن أنتوا تكونوا معانا في الفيديو الجاي إن شاء الله، وتتابعونا ونتفرج مع بعض على إيه دورة حياة المشروع.